اسمي فاطمة عبد الله العرفج، أخذت المركز الثالث بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. مشروعي هو هندسة إطار معدني عضوي قادر على حصاد المياه من الهواء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من الهواء باستعمال مادة واحدة فقط. نجاح لأهلي ماما وبابا ومدرستي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومركز إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة. مرة مبسوطة ومتحمسة أن أمثل المملكة في آيسف إن شاء الله.